يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المحبة خاصة لله أو مشتركة بين الله ورسوله؟ هل المحبة خاصة لله أو مشتركة بين الله ورسوله؟ محبة العبادة خاصة بالله، المحبة التي معها ذل وانقياد للمحبوب هذه خاصة بالله، أما المحبة التي ليس معها ذل وانقياد فهذه مشتركة، لأن محبة طبيعية كما تحب المال وتحب الزوجة وتحب الأولاد، لكن لا تذل لهم تخضع لهم. نعم.